اهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم الشيف خالد فاروق. النهارده هنعمل حاجه سهله قوي وبسيطه واهالينا في البيوت بيعملوها. هنعمل فطير بلدي او فطير اسكندراني او بغاشه، كل دوت بتبقى عجينه واحده. هنعملها مع بعض، هتعجبكم وهتبقى جميله قوي. معانا سكر، معانا دقيق، معانا ملح نص معلقه او سنه ملح، ومعانا السمنه ومعانا الزيت. اظن دي حاجه سهله، مفيش اسهل من كده. هنبدا بالدقيق بتاعنا، حوالي 300 400 جرام دقيق كده اهو في العجنه. اوكي، هنبدا نحط السكر بتاعنا، حوالي 3 4 معالق سكر. جميل، ماشي. نزود السكر بتاعنا عشان ايه؟ يدي اللون ويدي الطعم بتاعنا. سنة الملح، لازم سنة ملح، ماشي. هنبدأ نعجن المية بتاعتنا. لحد ما تتمسك العجينه بتاعتنا بنبقى بنتابعها سواء بالميه او بالدقيق، لان احنا كده كده الفطير بيستحسن ان هو يتعجن بالايد، فاحنا ممكن نكمل بايدين وممكن نكملها بالعجينه. فاحنا هنكملها مع بعض اهو. عشان يبقى معظم الناس بتحب تعجن الفطير بايديها، فاحنا هنعجن بايدينا اهي. سهله قوي. نعمل ايه؟ الفطير طبعا من اسهل الاكلات المصريه اللي لها تاريخ، حتى المحافظات المصرية عندنا بينافسوا بعض. يقول لك محافظة مثلا البحيرة، لا الفطير بتاعهم أحسن من محافظة كذا مثلا المنوفية. يجوا منافع يقول لك لا إحنا أساتذة الفطير، فتبص تلاقي فيه منافسة في أنواع الفطير بأنواعه. حتى اسكندرية يقول لك لا إحنا عندنا فطير اسكندران، يجوا بتاع القاهرة يقول لك لا إحنا عندنا الفطير بتاعنا، إحنا بقى بنعمله زي البيتزا وعليه بسطرمة، عليه جبنة مثلا رومي أو حاجة. فبيبقى إيه العجينة بتاعته كده هوت جميلة. طبعا إحنا أكلة محببة لمعظم الشعب المصري. نحط نقطة الماء بتاعتنا عشان تلم العجينة بتاعتنا. جميل، نبدأ نعجن كده مع سنة دقيق أهو. وابدأ اعجن كده اهو. كل ما ايه انا اللي بعرف المقادير بتاعتي، يعني ممكن انا اكون حاطط معايير ممكن احط انا المقادير بتاعتي والميه تزيد مني سنه، الدقيق يزيد سنه. طبعا احنا العجينه بتاعتنا خلاص شبه خلصت، بس طبعا زي ما حضراتكم عارفين في ناس بتعجنه بلبن، في ناس بتعجنه بتحط له بيض. احنا عاملين الطريقه السلسه اللي هي تدي جميع الاذواق وتبقى طعم لذيذ ومنظر هايل ومورق وجميل وزي الفل. بس احنا كده خلاص العجينه بتاعتنا تمام اهي. هنبدا بقى ايه نخدمها بقى كده اهو. اهو ادي العجينه قدام حضراتكم اهي زي الفل، ماشي اهي.
هو الفطير ما بيتعجنش الا ايه كده اهوت لحد ما تنعم العجينه خالص. معانا ماشي، معانا سنه زيت بسيط اهو، سنه زيت بسيط عشان العجينه تلم معاك، لان الزيت هو اللي بيلم ايه اي نوع عجينه. يعني حتى في العيش العادي الناس تلاقيها ايه، اي حد بيعجن عيش عادي يحط الزيت في الاخر العجينه. هذه العجينة بتاعتنا، حتى لو عايز احط دقيق تاني مفيش مشاكل عندي، عشان اوصل للايه للملسان بتاع العجين اللي هي تبقى ناعمه زي ما بيقولك ايه، العجينه ناعمه اهي. هذه العجينه بقت ناعمه وتمام، مفروض ان ايه تريح شويه او تتساب مثلا مده ربع ساعه او حاجه، بحيث ان ايه ابدا افردها. زمان كانوا يفردوها بحاجه اسمها نشابه، رفيعه كده خشب طويله كده رفيعه تتفرد، او دلوقتي احنا جايبين مردانه معانا عشان نفرد بيها العجينه بتاعتنا. اظن كده العجينه بتاعتنا جاهزه. احنا هنجيب عجينه عجنينها قبل كده، هضرب تطلع بالشكل ده بعد ما هتريح، هتطلع بالشكل ده. طبعا انا مش محتاج الدقيق بقى كده خلاص كده، شايفين حضراتكم العجينه عامله ازاي اهي، ناعمه وبسيطه. فانا بعمل ايه بقى، اروح جاي حاطط دي السمنه بتاعتي، انا جاي حاططها كده اهوت جنب مني. دي طريقه الفطير عشان نبدا مع بعض ماشي. ده كده عادي عشان خاطر ايه اقدر اسلك. ادي السمنه بتاعتي، اروح جاي واخد الرخامه او البلانشه اللي انا شغال عليها، اروح جاي عامل كده اهوت السمنه بتاعتي، اروح جاي فارد كده اهو تمام، اروح جاي جايب المردنه ديت، اروح جاي فارد كده اهو اهي بسيطة او بس العجينة عشان مريحة. طبعا الحاجات دي ممكن نجيبها هنا ايه على جنب عشان نعرف نشتغل براحتنا كده اهوت، نظبط وقفتنا جميل اهو. لو انت عايز، لو حضرتك مثلا او اللي بيشاهدني سواء ستات او رجالة او اي حد مثلا عايز يجرب نفسه بقى بيعمل فطير او بيهوى او حاجه، فبتبقى سهله العمليه كده اهو، بحط صوابعي هنا اهوت ودي كده اهو ماشي. بضطر ان انا اعمل ايه كده اهو عشان العجينه ما بس هي ايه ممكن تقطع مني، فانا بعمل ايه كده اهو كده التهويه، حاجه بسيطه يعني على قد الايه المكان وعلى قد الحجم اللي احنا عاملينه. لان ايه لو في احجام بقى بتبقى كبيره وبتهوي براحتك وتعمل اللي انت عايزه كده اهو جميل. ادي الفطيره سهله وجميله، دي بقفلها انا كده، دي هقفلها انا كده اهو اهو، مفيش اي مشاكل عندي اهي. ادي الفطيره بتاعتي، طالما ايدي بدات تبان من تحتيها حضرات، بصوا اللي انا بوريه لكم ده مش هتلاقوه مع اي حد تاني يوريه لكم على فكره. بصوا اهي النعوميه بتاعت الايد طالما بانت تحت الفطيره يبقى العجينه بتاعتي انا كويسه، وفي نفس الوقت الرق بتاعي هيديني طعم وشكل جميل، وتلاقي الفطيره اقول لك ايه دي مورقه يعني ايه طبقات. اوكي انا بحاول ان انا ايه ازود في الشرح شويه عشان ايه اخواتنا لما يجوا يعملوا الحاجه يتبسطوا مننا، وفي نفس الوقت نبقى احنا في مصداقيه بيننا وبينهم. جميل، هناخد شويه سمنه، مش هشتغل بقى بالمعلقه ولا حاجه لا، انا كده عشان خاطر ايه معظم الشغل اللي بالايد هو اللي بيعمل حاجه اسمها التيست او النفس. يعني الحاجة اللي اسمها النفس دي يقول لك ايه، انا زمان او لحد دلوقتي يقول لك انا اتجوزت بس طعم ايه، طعم الوالدة هو احلى طعم من الاكل انا باكله. ليه؟ لان هو بيتعمل بخبرة سنين وبيتعمل بطريقة معينة. ادي كده احنا طبقنا، نزل دي بقى كده عشان نوري الناس اهو حضرات، ادي الفطيرة بتاعتك تمام، هتحط كمان شوية سمنة كده اهو تمام، سواء سايحه او زي ما هي كده سايبه شويه مش مشكله، هتديني نفس الناتج اللي انا ايه عايزه. يبقى كده ادي حاجه، ادي واحده، ادي برضه اتريحت مع بعض. كل دي بتديني ايه طبقات للفطير، سواء في الطريقه المحشيه او في طريقه الايه المشلتت. الله إيه، نفك التطبيقه تاني، ممكن نفك التطبيقه، ما احنا عايزينكم توصلوا لاعلى درجه اللي مش هتلاقوه في اي مكان تاني هتلاقوه عندنا هنا. ادي الفطيره اهي، وعلى استعداد نفكها تاني ونركبها تاني. اظن العمليه سهله لو هنجرب بورق الاول وبعد كده نجرب بالعجينه بتاعتنا، والمقدار اتعمل قدامكم والعجينه مريحه. كل ما بتسيب العجينه تريح بتاعه الفطير هتديك النتيجه الايه اللي انت عايزها.
جميل. بس هنعمل ايه بقى؟ هروح لمين كده. يا سلام، شايف اهو حاجه جميله، شايف الهوا ده؟ ده يدل على ان الفطيره بتاعتي انا صح وجميله وهتبسطوا تبسطكوا كلكم. ادي الفطيره اهي، ادي اول واحد. التاني في كذا شكل للفطير، مع موجود داخل في فطير تاني بتلف، اللي هو بياخد زبد نباتي من النص، مفيش داعي لذكر اسم الحاجة اللي جواه، بس هو زبد نباتي بيتفرد كده حضرات اهو كده اهو كده ماشي اهو، عشان تتابعوا معايا. ها ها كده اهو، سهلة سهلة. جميل، بيبقى مفروض كده اهو، بس ايه بنقفل القطعة دي. التاني بياخد السمنة الزبدة النباتي بيلفها كده اهو، شايفين كده اهو، ويبدأ يلف زي الرول يعني كده. الفطيرة مقفولة، بنبدأ نلف كده اهو اهو كده، اتلفت بيتلف كده الفطير ده، اللي هو بس بيبقى مع فرق الحجم، بتبقى السمك بتاع العجين بيبقى حوالي مثلا 5 سنتي او 7 سنتي كده. طبعا احنا بندي فكره لان الحاجات دي ايه محتاجه وقت. طبعا عندي هنا سكينه بيتقطع كده، شايفين اهو، ادي كده الفطير. جميل، اروح جاي سايبه كده اهو يريح قدامي دقيقتين ثلاثه، ده اللي هيبقى مدوب. ادي نوع تاني من الفطير، باخد برضو ايه السمنة. يبقى انا كده عندي فطير يعتبر ده المشلتت اللي معروف، ده الرول او اللي هو بيبقى صغير كده هو بنلاقيه في المحلات او في المخابز او بتاع، اللي هو بيبقى ملفوف رول. وادي فطير تاني اللي هم بيسموه ايه، بيسموه البغاشة. ليه؟ لانه بيبقى مربع. هنهوس لنا كده، جميل اهو، جميل وحاجة بسيطة وجميلة هتبسطكم. ممكن انا احط بقى هنا مثلا اي حشو عندي، يعني لو في اي حاجة متوفرة حشو او حاجة بحطه جوه وبقفل عليها، سواء كريمة تتعمل، لبن مع بيض، نص لتر لبن مع معلقة نشا مع شوية فانيليا صغيرين لان هي ما بتاخدش سكر، ماشي. اول ما بيغلي اللبن على النار اروح جاي نازل بشويه نشا بسيط او كورن فلاور مع شويه لبن ساقعين. اول ما بيغلي اللبن على النار بالكميات اللي قلتها لحضراتكم، هروح رابط الكريمه بتاعتي. اول ما تبدا تمسك اروح سيبها تبرد، بعد ما تبرد خالص اروح واخدها وايه وحاشي بيها. انا بقى ايه يعني بديكم وصفات لان الفطير شغله وانواعه كتير قوي، بس احنا بندي الاساسيات. ايه هي الاساسيات دي؟ العجينه، هو ده عجين الفطير. من جوه بقى يتحط كريمه، يتحط مكسرات، يتحط لحمه. في ناس بتجيب السيفود اللي هي الحاجات الاسماك، يعني ممكن يجيب جمبري مع مثلا لحم كابوريا بسيط مع سمك وقار بسيط، يروح حاطه كده مطبق عليه ايه الفطير. تبص تلاقي برضو دي اذواق وانواع. ادي كده اهوت، اللي عايز بقى ايه يطبق اهو، ادي التطبيقه دي وادي التطبيقه دي كده، بسيب تلت في الاخر ماشي. دي كده اهو، جميل. خدنا حته السمنه بتاعتنا برضو اهي خلاص، ودي بقى احنا كده عملنا ايه حاجه جميله وشكل تاني خالص. هنبدا بقى دي ايه نريحها سنه كده اهو ماشي، بالمردانه بتاعتنا، لان هي كده كده العجينه مريحه معانا اهو. جميل كده، دي هتريح. اروح واخد انا الاولانيه اللي انا عملتها، لممها كده اهو كده اهو بايدي اهو، لمتها تتساب عبال ما ايه 10 دقايق او ربع ساعه قبل ما تريح كده. هنبدا ناخد الثانيه بقى الكبيره ديت، نعملها ايه اهو كده، بدات تبدا تتفرد معايا زي ما انا عايز. كل الطبقات اللي تحت هتلاقيها ايه ورا بعضيها او فوق بعضيها. خلاص نسحب الصاج بتاعنا اللي هنجهز عليه
اهو. هنبدا نفرد فرده بسيطه كده اهوت اهو، عشان بص العجينه بتاعتنا جميله زي من كتر ما هي كويسه العجينه بتاعتنا تحس انها طريه تتفرد معانا بسهوله اهي. وده اهي طبعا اهي، هنشيل بقى دي كده حطيناها كده اهو ونحطها في الفرن تاخد معانا دقيقتين. عادة الفطير بيحب النار العالية، يعني ايه من فوق اعلى 220 لحد 250، بس اللي بيفرق معايا في درجات الحرارة السكر اللي انا حاطه. لو السكر بتاعي عالي بيبقى النار تبقى واطية شوية، السكر بتاعي واطي يبقى النار ايه تبقى عالية شوية. هو ده الفطير بتاعنا وهو دي الاشكال، وفي اشكال تانية كتير واحنا برضو معاكم وتحت امركم في اي حاجة تطلبوها بالنسبة للمعجنات سواء شرقي او غربي او اي حاجة تتمنوها هتلاقوها عندنا بشرحها وبطريقتنا اللذيذة وبحاجاتنا. ادي العجينة بتاعتنا كل ما بنفرد اهي، يعني ممكن كل ما بتقعد دقيقتين ثلاثة هتبص تلاقيها ايه جابت البلانشة دي كلها، خدت وقتها في انها تتفرد، وكل ما كانت رقيقة الفطيرة كل ما هتبقى ايه زي الفل. يعني ايه انا عايزكم تكونوا مركزين عشان لما تحبوا انتوا تعملوا الحاجة اعملوها بالطريقة بتاعتنا وهتعجبكم وهيبقى طعمها جميل جدا. يعني طبعا احنا كده بنريح العجينة بتاعتنا بنفردها كويس عشان لو حبينا نعمل جواها حشو مكسرات او اي حاجة تانية يعني عندنا كذا نوع زي ما قلنا لحضراتكم. جميل، ادي المردنة بتاعتنا اهي. جميل، ايوه هنروح جايبينها كده. تمام، ممكن نحط جوه مكسرات كده اول بسيط قوي. اوكي، اروح جاي واخدها كده اهو وحاططها كده. هحتاجها تاني بعد ما نفرد التانية الاخيرة ده، هي فيها سنة سمنة عشان السمنة او الزيت معايا بيخلي العجينة تجري معاك وتبقى سهلة او في المط بتاعها اهي. شايفين حضراتكم اهي كده جميلة اهو. ولو حد مش عايز هوا او حاجة اهي لوحديها كده تتشد شمال في يمين زي الشكل الدائري كده اهو، ناعمه وجميله ومريحه زي الفل. تمام، هنعمل ايه بقى هنا؟ نروح جايبين دي كده حطيناها كده اهو. يبقى احنا كده حطينا واحده جوه واحده مع السمنه البسيطه هنا اهو، تبقى شكل 10 على 10. جميل، هناخد دي كده نروح قافلين بيها دي كده. جميل، هناخد دي كده نروح قافلين بيها. اصبح احنا كده قافلين على الحشو اللي جوه سواء كريمه او لحمه او مكسرات او اي حاجه، مفيش اي مشاكل عندنا. ادي واحده كده، وندي برضو ايه السمنه بتاعتنا زي ايه ما شرحنا لكم. ادي الفطيره بتاعتنا خلاص حشت من جوه، اتقفلت كويس قوي من كل الاتجاهات. تمام، عندنا كده ادي نوع. في عندنا طبعا فطيره في الفرن هنبص عليها حضرات. ايوه تبدا برضو ايه خدت وقتها استوت، نبدا نحط عليها نقطه السمنه بتاعتها كده اهو زي ما احنا كده اهو عشان تلاقي شكلها جميل اهي. استوت وهناخد دي مكانها، هناخد دي مكانها اهي. ريحناها كده كويس قوي، نروح حاطينها مكانها كده اهو. وكل ما بتبقى الفطيره واخده راحتها كل ما بتعرض منك وتبقى ارفع. بس احنا طبعا بنوري حضراتكم الحاجه ايه في وقتها،
في ساعتها يعني، بحيث ان برضو ايه نوصل لكم معلومة ان الفطير بتاعنا زي الفل. ناخد فرشة كده اهو السمنة، روحوا دهنينها، تديني اللمعة اللي انا عايزها كده اهو. يبقى دي ادي اول واحدة، تانية في الفرن جميل. ادي السكينة، ادي بقى اهي، ادي الفطيرة اللي احنا سبناها ريحت ازاي. ادي واحدة بالايد من غير اي حاجة، يعني هتحس ان هي ايه العملية سهلة اهي. جميل قوي. ادي اتنين اهي بالتطبيقة بتاعتها كمان، تحس انها ايه تمام اهي موجودة. التالتة، وادي الرابعة. تبقى نوعية الفطير بتبقى صغيرة ماشي. ممكن دوت اللي انا بقطعه الصغير دوت، الحجم الصغير ده انا كنت عامله عشان خاطر اوريكم الفطير الملفوف اللي هو الشعبي اللي هو بيتقال عليه رول، يعني الرول ده يعني ملفوف اهو. جميل. احنا بندي برضو ايه نبذة لمشاهدينا بحيث ان احنا نكون بنقدم لكم حاجة انتم ممكن ما تكونش صدفة شفتوها في اي مكان تاني، يعني حاجة سلسة وحاجة سهلة وممكن اعملها في البيت اهي. ادي الفطيرة ريحت اهي. ممكن الشكل الانسيابي ما يكونش اللي انا ايه عايزه عشان الحجم صغير، انما لو الحجم كبير هتبقى اوسع وافضل يعني. برضو احنا معانا هنا فطيرة في الفرن، خليها مع نفسها كده اهو. احنا هنجيب دي كده ودي كده ودي كده. جميل. طبعا كده كده اوريدي الفطير او عادي يعني ان الفطير بيحب الايه السمنه والحاجه، هو شغال كده اهو. بنقطع دي كده اهو اهي، هو كل ما بيقعد كل ما بيطرى اهو. في ناس بقى ايه تحب تحط له مثلا لبن مع مكسرات مع سكر او حاجه زي كده مثلا اهو. ادي المكسرات بتاعته جميله قوي. ده هنا قبل ما يتحط مثلا في طبق التقديم. وادي سكر البودره، مش محتاج بقى ايه منخل ولا حاجه اهو، بالسكر بالايد كده اهوت بيبقى جميل قوي برده. ولو انا عايز احط له لبن بحط له، مش عايز احط له لبن ايه ما بحطش. يعني هي بتبقى ايه اختلافات في الاطعمه، بس بيبقى اهم حاجه عندي ايه العجينه. طالما العجينه عندي كويسه ببقى انا ايه مبسوط. جميل. دي الاشكال طبعا اللي احنا قلناها لكم، وادي الانواع بتاعتنا، وادي الفطير، ويلا نطير. الى اللقاء.